السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، معكم محمد زيد ومرحبا بكم في درس جديد في سلسلة تعلم الإكسل أو مايكروسوفت إكسل بالعربي. في درس اليوم حنتعرفوا استخدام الشورت كاتس أو الاختصارات بالكيبورد حتى نفذوا وظائف معينة في البرنامج في برنامج مايكروسوفت إكسل ببساطة وتأخذ وقت أقل، حتى في حالة على سبيل المثال ما كانش عندك وصول لفارة أو ماوس، فتقدر تحل العملية كلها بالكيبورد. فحنتعرفوا على أغلب أو الحاجات اللي ديما تمارس فيها أو محتاج إنك تنفذها في المايكروسوفت إكسل من خلال الكيبورد. فنبدأ على سبيل المثال بأول حاجة، هي طريقة التنقل بين القوائم الموجودة. يعني على سبيل المثال عندنا هوم، انسرت، بيج لاي اوت، فورمولاز، داتا، ريفيو إلى آخره. حنعرفوا حاليا كيف نقدر نتنقل من واحدة لواحدة. على سبيل المثال احنا حاليا في داتا وانا نبي نرجع لهوم، فحتى نرجع لهوم محتاج ان ندير الت و اتش، تمام؟ وحنقولكم بعدين كيف نعرفوا كل حاجة شني. يعني حاليا نرجع لي هو طول مباشرة لهوم. وحنذكروا ايضا بالاختصارات، خلينا نذكر بالاختصارات المعروفة بس ممكن في اشخاص ما يعرفوهاش. يعني عندنا على سبيل المثال كنترول و اس، كنترول و اس يديروا حفظ او سيف للشغل اللي نخدم فيه. يعني حتى في حالة تسكر جهاز فجأة لو انا مدير كنترول اس حينحفظ. كذلك عندنا كنترول سي هي عبارة على كوبي، يعني مثلا كنترول سي على الخلية هذه ونجي هنا ندير كنترول ولصق هو كنترول في حترجع معي. عندنا ايضا على سبيل المثال نفسها هذيك كنترول سي نسخ، عندنا كنترول اكس اللي هي قص تمسح من هنا المفروض، وبمجرد ما نمشي لمكان ثاني نحطها في المكان هذاك بكنترول في تمشي. عندنا على سبيل المثال كنترول زد هي تراجع او اندو في حاله مثلا انا كتبت حاجات غلط او جت مثلا القيم هذه لخبطتها وحاب نرجع ندير كنترول زد، كنترول زد ترجع زي ما هي، يعني يرد بك التالي للحاجات اللي درتها قبل شويه. وعندنا اختصار ايضا ثاني اللي هو ريموف سيل كونتنتس. مثلا على سبيل المثال عندنا الخليه هذه نبي نحذف البيانات اللي فيها ندير ديليت، زر الديليت في الكيبورد، ندير كنترول زد يرجع. عندنا ايضا على سبيل المثال لو بنلونوا خليه، يعني مثلا عندي خليه هذه، طبعا احنا زي ما قلنا حاليا هذا كلهم نتعلموا فيهم حتى نتنفذوا حتى نعرفوا كيف نستخدم البرنامج بدون ماوس على سبيل المثال. بالنسبه للتنقل بين الخلايا طبعا هنستخدموا الاسهم في الكيبورد. خلينا نرجع حاليا مثلا على سبيل المثال نبي نلون الخليه هذه، فندير حتى نلون الخليه هذه بالكيبورد حنضغط عليه الت ثم اتش، الت ات و اتش حتى يرفعني للهوم، ثم ندير اتش من جديد يطلع لي قائمه الالوان اللي هي ثيم كالرز، نختار لون واللون اللي نبي ندير عليه مسطره تخزن عندي، ندير كنترول زد اخليها بيضة من جديد. في حالة على سبيل المثال نبغى نخلو كلام في خلية معينة بولد او داكن، نديرو كنترول وحرف البي بي بوك حيبدا الخط اللي فيه داكن. عندنا ايضا على سبيل المثال في حالة نبغى نمشي مثلا للانسيرت تاب، نبغى مثلا احنا حاليا في الهوم انا نبي نمشي للانسيرت حتى نضيف حاجة معينة، فببساطة نديرو الت وحرف الان حيمشي او يرفعني لقائمة insert. على سبيل المثال لو نبي نمشي لقائمة data نمشي ل alt وحرف ال a يرفعني لداتا. لو نبي مثلا نمشي لفيو نديرو w alt وحرف w يرفعني لفيو. الشيء هذا كيف عرفته انا؟ لو تلاحظوا انه بمجرد ما نضغط على الحرف alt يطلع لي حروف فوق، على فايل اعطاني اف، هوم اتش، انسيرت ان، بيج لاي اوت بي، فورمولاز ام، داتا ا، ريفيو ار، ريفيو دبليو وهيك. انا حاليا لما ندير دبليو ونضغط الحرف اللي بعده حرف من اللي هنا مثلا ار يرفعنا لريفيو. هذه الفكره انه بمجرد ما تدير الت يعطيك الحروف للقوائم، تختار قائمه وبعد ما تختار قائمه من الكيبورد بالحرف هذاك يعطيك كل الخيارات اللي موجوده داخل القائمه بحروف. يعني مثلا نبي ندير سبيلنج ندير اس يكد لي على السبيلنج الموجود، انا حاليا درت له سبيلنج على حاجه مش موجوده ما يقدرش يدير لها تشيك. فان شاء الله تكون الفكره هذه واضحه. عندنا مثلا لو نبغى نحذف كولوم او رو، لو نبغى نحذف عمود او رو صف، كيف مثلا نوقف على الخليه هذه رقم 3 نبي نحذف العمود بتاعها كله، كيف ندير الت ثم اتش حطني في
نديرو الت وما تشحطني في الهوم. حاليا هي الديليت موجوده هنا حرف دي، يعني المفروض اني نضغط دي بعدين نقدر نضغط حق سي مثلا يحذف لي الكولوم. لو نكرر نفس العمليه الت اتش بعدين شو نديرو؟ نديرو دي بعدين مثلا بدل سي حتى نحذف الكولوم نديرو ار يحذف لنا الرو، نردو بالكنترول زد كنترول زد هيك تمام. تقريبا حاليا عرفنا اغلب الحاجات كيف نحذفوا كولوم او صف او عمود ونلونوه وناخذوا قيم ننسخوها او نقصوها ونلقاها في مكان ثاني، كيف نلون الخليه. فببساطه زي ما قلت لكم هي فكره انك مثلا حتى لو بنضيفوا صف او عمود مثلا كنترول اتش عندنا انسرت اي بعدين نختاروا حرف من الحروف مثلا نضيفوا صف ار وضيف لنا صف هنا. هذه الفكره انا بمجرد ما ادير الت حيعطيك الرموز لكل حاجه. ولو نديروا كنترول طبعا عندنا استخدامات معينه للكنترول اللي هي كنترول سي في اكس او الحاجات هي، بس هذه هي الاكثر شهره اللي هي زي اوندو او تراجع واكس قص وسي نسخ وفي لصق. ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالدرس هذا وكان بسيط وممتع بالنسبه لكم. يا ريت لو في اي استفسار او اي تعليق او رد فعل يا ريت تخلوه في التعليقات لانه حيساعدني جدا في تطوير المحتوى. وان شاء الله بالتوفيق للجميع وموفقين جميعا والسلام عليكم.